بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم تشهد على صدق القرآن. إذا أردت أن تتعرف على المسيح فاقرأ القرآن، إذا أردت أن تتعرف على أم المسيح وسيرتها يعني اقرأ القرآن. الحقيقة أعجبتني قصة رواها الدكتور ميلر أحد علماء الرياضيات الذين اعتنقوا الإسلام حديثا. ماذا قال هذا الدكتور؟ دعونا نتأمل. لقد حاول قراءة القرآن وكان يتوقع أن يجد فيه حديثا عن زوجات النبي، عن أصحابه، قصة حياته، قصة موت خديجة عليه السلام، وأشياء يعني خاصة بحياته، لأن الإنسان يكتب يعني ما يشبه سيرته الذاتية، أو كل إنسان يحاول أن يعكس شخصيته على الكتاب الذي يكتبه. ولكن ما الذي وجده هذا الدكتور ميلر؟ لقد ذهل هذا العالم، فالأناجيل الأربعة التي قرأها لم تخصص سورة لمريم عليها السلام، بل لم تذكر اسم مريم أكثر من مرات معدودة، ولكنه وجد أن اسم مريم يتكرر في القرآن 34 مرة، وأن القرآن خصص سورة كاملة اسمها سورة مريم، وهي الأنثى الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن. سبحان الله. يتابع هذا الباحث ويقول: لقد ذكر اسم عيسى في القرآن 25 مرة واسم المسيح 11 مرة، بينما اسم محمد لم يذكر سوى 4 مرات. فما هي مصلحة محمد عليه الصلاة والسلام أن يذكر اسم المسيح واسم مريم واسم عيسى أكثر من اسمه؟ يعني إذا فرضنا أن النبي كاذب في دعوته، تعالى الله عن ذلك، لماذا لم يتحدث عن أصحابه، عن زواجه، عن قصص شخصية، أو لماذا لم يذكر روايات تاريخية طويلة وأسماء الملوك والحكام وأسماء كذا كما فعلت بعض الكتب المقدسة المحرفة طبعا؟ لماذا لم يفعل ذلك؟ لأنه رسول من الله، له مهمة محددة، أن يبلغ هذا الكتاب ويبينه للناس. وبالتالي هذه الظاهرة أو هذه المعلومة أو هذه المعلومات تشهد على أنه رسول صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى. ولو قرأنا كل كتب الدنيا لا توجد عبارة أو جملة تكرم مريم عليها السلام كما كرمها القرآن عندما قال: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. سبحان الله، انظروا كيف رفعها الله وطهرها. لو كان هذا القرآن من تأليف محمد لخص بهذه الآيات زوجاته أو ابنته أو أصحابه مثلا، إن هذا ليشهد على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.